تخصص الماجستير في الجغرافيا. بدأ برنامج الماجستير في الجغرافيا في الجامعة الأردنية عام 1982 كأول برنامج ماجستير في الجغرافيا في الأردن. خرج القسم طيلة هذه الفترة عدداً من الجغرافيين الأكفاء الذين عملوا في الجامعات والمعاهد في جميع أنحاء الوطن العربي. يهدف التخصص إلى إكساب الخريجين المهارات التطبيقية في الجغرافيا الطبيعية والبشرية ومهارات التقنيات الحديثة في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. كما يتبنى البرنامج استراتيجيات البحث العلمي الحديثة المنتجة للمعرفة والتي تسهم في خلق بيئة محفزة للإبداع والريادة لدى الخريجين. تبلغ عدد الساعات المعتمدة للبرنامج 33 ساعة، وبواقع 4 فصول دراسية. بدأ القسم في برنامج الاعتماد الدولي من مؤسسة إيفالاج، ويتوقع أن يحصل على الاعتمادية الدولية بنهاية عام 2022. تتفق خطة الماجستير مع تعليمات برنامج الدراسات العليا النافذة في الجامعة الأردنية. من شروط القبول في القسم أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الجغرافيا كأولوية أساسية، ويتم قبول الخريجين من تخصصات أخرى أيضاً، وهذه التخصصات هي بكالوريوس في التخطيط الإقليمي والحضري، بكالوريوس في تخصصات العلوم الزراعية، بكالوريوس في الجيولوجيا، وبكالوريوس في السياحة والآثار، وبكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار. لغة التدريس في البرنامج هي اللغة العربية، ويفضل أن يكون الطالب ملماً باللغة الإنجليزية. يتطلب التخصص امتلاك دافعية للتعلم والقدرة على البحث العلمي والتفكير الناقد. يعتبر تخصص الماجستير في الجغرافيا تخصصاً عاماً، ولكن يمكن التركيز على أحد مسارات التخصص الأساسية من خلال اختيار موضوع الرسالة سواء في مجال الجغرافيا البشرية أو الجغرافيا الطبيعية أو التقنيات الجيومكانية الحديثة. يتمحور الجغرافيا البشرية حول العلوم المتعلقة بالسكان ونشاطاتهم والعمران والنشاطات الاقتصادية والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بها. تشمل الجغرافيا الطبيعية البحث في التغير المكاني وخصائص سطح الأرض، بالإضافة إلى جغرافيا النبات وإدارة الموارد المائية. أما التقنيات الجيومكانية فهي تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتشمل على تحليل وتفسير الظواهر المكانية والربط بين الجغرافيا البشرية والطبيعية بطريقة عصرية ومبتكرة. منهجية التدريس في هذا التخصص تشمل إعطاء المحاضرات النظرية والتفاعل البناء بين الطلبة والمدرسين، بالإضافة إلى أسلوب الحوار والبحث العلمي وكتابة الأبحاث العلمية والعروض التقديمية. هذا بالإضافة إلى استخدام الأسلوب العملي، وذلك باستخدام مختبرات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومختبر الجغرافيا الكمية في تحليل وتفسير الظواهر الجغرافية. المهارات المكتسبة من هذا البرنامج: اكتساب فهم عميقاً بمنهجيات البحث العلمي وتوظيفها في إعداد رسالة الماجستير وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الجغرافية ونشرها في المجلات العلمية المحكمة. تشمل مجالات العمل في السوق الأردني، العمل في قطاع التدريس في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العمل في الدوائر الرسمية